هو ايه اصل عائلة الرفاعي اللي بتعتبر واحدة من اشهر العائلات في مصر؟ صدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجدي. عائلة الرفاعي عائلة من اكبر العائلات في العالم العربي كله، منتشرة في العراق والمغرب ومصر ولبنان وسوريا وتقريبا في كل دولة في العالم العربي. في بلاد اتسمت باسم الرفاعي، منهم مناطق عديدة في لبنان وبلد كاملة في العراق، وكمان في مصر في مسجد شهير مسجد الرفاعي. اتسمت عائلة الرفاعي بالاسم ده نسبة للجد الأكبر ليهم رفاعة الحسن المكي، واللي هو أحد أبناء أو أحفاد سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب، وعشان كده هذه العائلة من العائلات الشريفة اللي بترجع نسبها للرسول صلى الله عليه وسلم. أشهر رفاعي في التاريخ الإسلامي هو الشيخ أحمد الرفاعي، القطب الصوفي البارز ومؤسس الطريقة الصوفية الرفاعية، واللي بتعتبر طريقته واحدة من أكبر الطرق الصوفية في مصر والعالم العربي والإسلامي. في حياته هو شخصيا كان عنده 180 ألف عضو صوفي في وجوده، ومن أهم تلامذته السيد أحمد البدوي الشهير صاحب المسجد الشهير في طنطا. الطريقة الصوفية بتاعة الشيخ أحمد الرفاعي أو الرفاعية لسه موجودة في مصر حتى الآن وأعدادها بالملايين، وبتعتبر من أهم كرامات الشيخ الرفاعي إنه كان بيخدم مرضى الجزام، وهو مرض معدي بيتسبب في تآكل الأعضاء وما كانش بيهمه وبيخدمهم وبيغسل هدومهم كمان. لو عايزنا نتكلم عن أصل وتاريخ عيلتك سيب كومنت هنا أو على اليوتيوب، عشان هشوف اللي على اليوتيوب كلهم وهعملهم، أما اللي هنا اللي هيكتب اسم عائلته أكتر عائلة هتجيب لايكات هو اللي هعملها الفيديو الجاي.